30 مرة. يلا عم الدبب، انت ما عم، انت انسان مفعوص. روح اتعلم عواصم، روح اتعلم عواصم. طيب انا بقول لك عمي عبس 50,000 مرة، بس قل يلا لي شو عاصمة، شو عاصمة ليبيا؟ شو عاصمة ليبيا؟ كوريا. يا خيبة يا خيبة يا خيبة. لا، ها وشي؟ عاصمة ليبيا؟ ماكرة ماكرة ماكرة. لا، طرابلس. يلا، طرابلس. ايه ايوه دي. طرابلس. هلا يلا دولة ثانية، دولة ثانية شيخو. طيب، شو عاصمة فرنسا؟ السودان. السودان اللي يسود ايام الجن تبعك يا اخي والعم. والله هذا عايش في ايطاليا. شيخو انا ما درست والله. ولك كم مرة قلت لك انت قلت لي هذيك مرة السودان عاصمتها الخرطوم. خرطوم خرطوم. طيب كيف بقول لك فرنسا بتقول لي شو عاصمة فرنسا، بتقول لي السودان. فرنسا عاصمتها باريس. طيب دوحة دوحة اسمها فرنسا. الدوحة. الدوحة عاصمة قطر. يلي يا تخلي شو هذا، يا الله يا الله. الحكم الأول تقول هم الشعب هبسي. شو عاصمة انجلترا، شو عاصمة بريطانيا؟ براسلة. روح عني يا اخي، روح عني. اطلع من هون، اطلع من هون، اطلع من هون ليش يخو يا شيخو؟ اخي. ما جدة ولا شيء، جدة ولا جدة شيء جدة شيخو. يا اخي. جدة بالسعودية، اتق الله. جدة بالسعودية، بالسعودية جدة. طيب وش عاصمة جدة؟ وش عاصمة شي؟ شو عاصمة انجلترا؟ دمشق. لا، لندن، لندن، لندن. شو يا عاصمة رب اليمن؟ شو يا عاصمة رب. اليمن؟ يلا، ها شو عاصمة اليمن؟ العناد. شو العناد العناد؟ يا اخو. لك شو عاصمة اليمن؟ العناد. لا، أنا أقول لك 3 حروف، إس وإن وإع وآل وألف، صاد نون الولد عين ألف. يا أخي الولد. طلع علي. عاصمة اليمن أنا أقول لك أول 3 حروف ايوه أو 4 حروف، بيبقى لك حرف واحد، صاد ونون وعين وألف. يلا وصلنا لبعض جدة يا أخي. شو الغباء شيخو. اللي صحيح لك؟ صنعاء، ولك صنعاء، صنعاء، صنعاء. يلي يا أخي شو هذا؟ لك يا حسين طلعوا من التيك توك بالله عليكم يا أخي، مشان الله طلعوا من التيك توك، مشان الله طلعوا من التيك توك يا شيخو. أخي. طلع علي، بكرة آخر يوم لك بالتيك توك، اطلع من هون.